الله الرحمن الرحيم. سعدت اليوم بالإشراف على المؤتمر المحلي بانتخاب المكتب المحلي لأم العرايس والأخ الكاتب العام. أم العرايس تابعة لشيخ القصة، وسعدت كذلك بالحوار الثري والديمقراطي والأخوين المؤتمرين، وكانت كلمات قوية ومنبثقة من روح ومسؤولية وللمحافظة على تماسك وحدة أخوين في هذه الجهة. بالمناسبة كيف ننصح أخواني أنه يختاروا قيادة ذات فاعلية وجدوى للإضافة في جهة أم العرايس، وبالمرجوع كذلك إلى جهة القفصة. بالمناسبة لاحظت اليوم التدخلات كانت تتأكد على أنه جهة أم العرايس والثورة المنجمية عامة أنه قاطرة بالثروة كيف ما يقولوا بصفة عامة، وإنما نتمنى أن الجهات هذه هي تكون القاطرة للتنمية، لأن الجهات هذه بصوت عالي وبدون تردد نبعث برسالة قوية إلى حزبنا وإلى الحكومة وكل الفاعلين السياسيين أن يتجنبوا كل ما هو معناها تناقض خاصة في الجهات هذه، لأن تستحق لحمة واحدة للنهوض للتنمية والاستحقاقاتهم للتنمية المستدامة، لأنه جهات عزيزة علينا نتمنى أن تتقدم ورقية إن شاء الله.